مرحبا طلاب مرحلة ثالثة، أتمنى تكونون بخير بأي مكان تتابعون محاضرات الورك ستيشن الإلكترونية. بمحاضرة اليوم راح نشرح بها خاصية جديدة من الخواص اللي موجودة داخل نظام ويندوز، سواء كان ويندوز 7 8 10 ويندوز سيرفر 2008 R2 أو أي فيرجنات أخرى من الفيرجنات الويندوز، واللي هي خاصية بيتلوكر. نقصد شنو بالبيتلوكر؟ أو بيتلوكر عبارة عن شنو؟ نقدر نقول إنه بيتلوكر عبارة عن درايف إنكريبشن، إز الداتا بروتكشن، يعني وظيفته يسوي تشفير للدرايف. بين قوسين الدرايف نقصد بيه بارتشنات اللي موجودة على نظام الحاسبة مالتنا. إحنا نعرف إنه هارد الحاسبة حجمه شقد ما كان، نجي نقسمه إلى عدد بارتشنات، منها بارتشن C مثلاً، E مثلاً، F مثلاً، D. كل بارتشن راح يكون بملفات، او ممكن بارتشن يبقى فارغ ايضا. اما بالنسبه للتطبيق خاصيه البيتلوكر، داخل كل بارتشنات او كل درايف الموجوده بداخل نظام الويندوز، سواء كان 7 او 10 او 8 او اي فيرجن اخر من الفيرجنات اللي ويندوز منها الانتربرايز والنوعه كان انتربرايز او التيميت، احنا نقدر نطبق عليه خاصيه البيتلوكر. ايش راح يسوي لي خاصيه البيتلوكر؟ خلينا نروح للماي كمبيوتر. مثلا انا هنا افتح الماي كمبيوتر، تمام؟ طبعا هذا بويندوز 10. انتم بالويندوز 7 راح يكون عندكم نفس الشيء، تختارون واجهه الماي كمبيوتر، تروحون تشوفون ايش كم بارتشن عندكم، مثلا سي الاي الاف او بارتشن واحد او عده بارتشنات من يكون عندكم. تقدرون على كل بارتشن او كل درايف اللي نسميها اما درايف ديسك او نسميه بارتشن، تطبقون خاصية بيتلوكر. ايش راح يسوي لي خاصية بيتلوكر؟ مثلا ثاني دبل كليك راح اقدر اشوف الملفات الموجودة داخل بارتشن اي، لكن في حال انه فعلت او في حال انه صار عندي خاصية البيتلوكر متفعلة على احد هاي البارتشنات، انه انا يجي افتح البارتشن راح يطلب من عندي رمز الدخول، بعدين اقدر ادخل اشوف ملفات اللي موجودة على هذه الدرايف او هذه البارتشن. طيب هنا السؤال، شنو فايدة من عدها؟ انا شنو استفاد من عدها؟ اول شيء حماية في حال انه الحاسبة راح اشاركها ويا شخص اخر، او في حال انه حاسبة احمي بيه ملفاتي، هاي اول نقطة. ثانيا الفائدة من عدها، مثلا بارتشن سي او نظام ويندوز اللي عندي هنا صار بي فيروس، او خلينا نقول انضربه، تمام؟ اما بارتشن اللي عليها بيتلوكر والبارتشن اللي بيه ملفات اللي خاصه بال واحنا قفلناها باستخدام البيتلوكر، هذه البارتشن يبقى محمي وراح يقدر اي ملف بفيروس يوصل داخل هاي البارتشن. فمختصر هو هاي الفكره مالته، حمايه ملفاتنا اللي موجود داخل بارتشنات. يفضل احنا نقدر نطبقه على بارتشن سي الاي والاف والبقيه بارتشنات همينه في حال انه توفر، لكن يفضل عدم تطبيقها على بارتشن سي، يعني بارتشن نظام يبقى اعتيادي، اما بقيه البارتشنات احنا نقدر نطبق عليها بيتلوكر. بالنسبة للتطبيق العملي للبيتلوكر، قبل ما نبدأ بالتطبيق العملي أريد أشوفكم النتيجة لتطبيق البيتلوكر وشن راح تكون. إحنا قلنا راح نروح الماي كمبيوتر، راح نفتح البارتشنات، البارتشن اللي نريد نقفله راح نطبق عليه خاصية البيتلوكر. مثلا أنا على بارتشن E طبقت خاصية البيتلوكر. البارتشن بعد ما إنه نسوي أبلاي للبيتلوكر راح تكون بهاي الشكل. في حال إنه نريد نفتحها راح يطلب من عندي رمز الدخول، أجي أكتب رمز الدخول حتى يصير unlock أو حتى نقول البارتشن يبدي ينفتح. هو يبدي يفتح البارتشن، طبعاً إذا باسورد صحيح راح نشوف البارتشن نفتح، وإذا كان بيه ملفات نقدر نشوف الملفات الموجودة بيه. طيب هاي ال خاصية شلون احنا نقدر نطبقها؟ هسه راح اعيد لكم اياها من الاول. ففي حال من يجيكم سؤال او مثلا انتم تريدون تحمون ملفاتكم، راح نقول how can apply bitlocker on drive او بين قوسين نسميه partition partition مثلا إيه.
أو A partition آخر. شنو الخطوات العملية للتطبيق والتفعيل الخاصية بالبيتلوكر؟ أول خطوة من تطبيق العملي راح نختار البارتشن اللي نطبق عليه البيتلوكر. مثلاً أنا اختار بارتشن A. إيش راح نسوي؟ نسوي رايت كليك أو كليك اليمين من الماوس. نختار كليك يمين. راح أشوف عندي خاصية turn on بيتلوكر. نسوي عليها كليك. راح يبدي فتح عملية فتح واجهة تطبيق بيتلوكر. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نجي مثلاً راح نروح للبحث. بالبحث راح نكتب فقط بيتلوكر وراح ينطيني مانج بيتلوكر. راح افتحه. هنا كم بارتشن عندي؟ عندي سي وعندي البي، تمام، عفوا الدي، بعدين عندي الاي، وهنا عندي بارتشن اف. همين اي بارتشن من هاي البارتشنات اريد اطبق عليها البيتلوكر راح نختار تيرن اون بيتلوكر. فاما الطريقة الاولى للفتح، اما هاي هي الطريقة الثانية اللي بالنسبة لكم سهل تقدرون تختارونها. أنا هنا راح أفتح خاصية عن طريق الرايت كليك، راح أفتح خاصية البيتلوكر. رايت كليك بعدين تيرن أون بيتلوكر. طبعاً هذا الشيء بالنسبة لويندوز 7 هم راح تكون بنفس الخطوات وبنفس التفاصيل، لكن مجرد واجهة ويندوز 7 وويندوز 10 راح تكون مختلفة. بعدين عندنا طريقتين للتفعيل، أما استخدام الباسورد أو ما استخدام سمارت كارد. غالبا سمارت كارد من كل الأشخاص عندهم، فيفضل أن نختار طريقة الباسورد. نجي نكتب الباسورد. طيب الشروط اللي لازم تكون موجودة بالباسورد شنو هي؟ أولا لازم تكون ما يكون أقل من 8 حروف، تمام، أو أقل من 8 خانات. لازم تكون بأبر كيس الحروف الكابيتال، lower case الحروف السمول. بعدين عندنا الأرقام والسبيس والسامبلز، خلينا نقول العلامات أيضا ممكن تكون موجودة داخل الباسورد. فاني راح أبدي أكتب باسورد، لازم ما يكون أقل من 8 خانات بحروف كابيتال وحروف سمول همينة. بنفس الوقت ممكن نضيف عليه سبيس، ممكن نضيف عليه أرقام همينة. هسه جوهم راح نعيد بنفس الباسورد، يعني الباسورد اللي هنا كتبتها، تمام، ارجع اعيد كتابتها هنا حتى في حال اتاكد انه اللي انا مدخلتها هو فعلا باسورد صحيح. بعدين عندي نيكست. طيب هنا قبل ما نكمل هاي الخطوه اكو مثال، لازم نفهم هذا المثال بعدين نقدر نفهم هاي الخطوه. والمثال هي عادة الحسابات اللي عندنا بالسوشيال ميديا، سواء كان فيسبوك إنستغرام فيسبوك وإنستغرام أكثر شيء، من نجي نسوي تسجيل دخول عن طريق الإيميل أو عن طريق رقم موبايل نجي ندخل الباسورد. لكن أحيانا إنه هذا الباسورد راح ننساه، إحنا نرجع نسوي إعادة باسورد، يعني نحتاج إنه نسوي ريسيت لهذا الباسورد. نجي نختار فورجيت باسورد. هنا بالفورجيت باسورد راح ينطيني احتمالا، أما راح يدز لي كود عن طريق حسابي عن طريق الإيميل أو راح يدز لي كود عن طريق الرقم الموبايل. فإحنا هنا الرقم اللي راح يجينا مثلاً إحنا نختار طريقة الموبايل. الكود اللي راح يجيني عن موبايل أنا يبدي أدخله، ورا ما دخلته وصلت للموبايل ودخلت الكود أقدر أخلي باسورد جديد. هاي الخطوة، تمام، هاي الخطوة بالبيتلوكر عفواً. هاي الخطوة بالبيتلوكر مشابهة جدا للريسيت باسورد اللي موجودة بالإنستغرام وبالفيسبوك. يعني شلون تنسون باسورداتكم؟ راح يجيكم تسوون فورجيت باسورد، بعدين راح يجيكم رمز على موبايلاتكم، تجون تدخلون هذا الرمز وراها انتو تقدرون تكتبون باسورد جديد. هذا هم نفس الشيء، هنا راح يعطيني ريكوفري كي، تمام، يعني مفتاح استرجاع. في حال الباسورد اللي انا راح اخليه، الباسورد اللي أنا راح أخليه على بارتشن الإي نسيت الباسورد، تمام، إيش راح أسوي؟ خو ما راح أجي أفرمتها، تمام، خو ما راح أجي إنه أمسح كل شغلات الموجودة بي فقط لأنه نسيت الباسورد، لا، أجي هنا هذا الريكوفري كي اللي بالخطوة الثانية يطلع لي راح أحفظه بمكان أو راح أخذ له صورة أو راح أخليه داخل الحاسبة بمكان معين، بحيث إنه من أحتاج أسوي ريسيت أحتاج إنه أسوي إعادة كتابة الباسورد
يكون استفاد من الريكوفري كي، وراح نطبقها بشكل عملي راح يكون قدام عينكم ويكون واضح اكثر. طيب هاي الريكوفري كي احنا مثلا بالموبايل توصلنا على رقم الموبايل، هنا وين اقدر اخليه؟ ممكن اخليه مايكروسوفت اكاونت، ممكن اخليه فلاش ميموري، ممكن احفظه كملف، ممكن اطبعها همينه. انا راح اختار سيف تو فايل، هنا راح يقول لي وين تريدين تخزنين هذه الملف، يعني شلون احنا نسوي داونلود لاي شيء. هنا همينه راح نختار مكان، مثلا راح اختار دوكومنت راح اسميه بتلوكر كي، مفتاح استرجاع كلمة السر مال بارتيشن اللي احنا نسوي له بلوك. طيب بعدين راح نعطي سيف. هسه احنا حفظنا الملف بالدوكومنت، وراها النكست اتفعل، راح نعطي نكست. هنا دي يقول لي من تريدين تطبقين البتلوكر، تريدين على البارتيشن كلها او مثلا على المساحة اللي بملفات. اذا نرجع لنفس المكان، مثلا انا هنا عندي شقد، انا هنا عندي عفوا على البارتيشن بدي، انا هنا عندي 507 جيجا بايت، تمام. هاي 507 جيجا بايت شقد من عنده فارغ؟ 464 جيجا بايت فارغ. فاذا اجي اطبق عليه البيت لوكر بهاي الاختيار، دي يقول لي تريدين تطبقين على المساحة اللي بيها الملفات فقط للبارتيشن كلها. طبعا الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية هي فقط السرعة. في حال نختارت اختيار الأول التطبيق راح يكون أسرع، في حال اختيار الثاني التطبيق راح يكون أبطأ. أنا بالنسبة للبارتشن إي ملفات كلش قليلة موجودة بي، أو نقدر نقول إنه ما بي ملفات أصلا، فراح أختار الطريقة الثانية. Next هنا نيون الخاصية اللي موجودة بي بالدرايف أول حالة، أنا راح أبقي مثل ما هو، ما راح أغير بالإعدادات. نفس الشيء نسوي كليك على Next. هنا دي يبدي عملية الستارت، دي يقول Are you ready to encrypt this drive؟ دي يقول إنه أنت متأكد تريد تقفل أو تريد تشفر هاي الدرايف أو هاي البارتيشن. أنا راح أدي Start، يبدي يسوي عملية التشفير، بحيث بالنهاية راح يكون عملية البيت لوكر موجود على partition E. start encryption طبعا يعتمد على الحجم البارتيشن، يعني اذا انا اطبق على هذه البارتيشن اللي هو ب 24 جيجا بايت بوينت 3 ما راح ياخذ وقته هوايه، تمام. لكن اذا جيت طبقت على partition D اللي حجم ملفات اكثر، او على partition E الحجم ملفات اكثر، فهنا ايش راح يسوي؟ طبعا راح ياخذ وقت اكثر. فهو يعتمد على حجم البارتيشن، كل ما حجم الملفات اللي موجودة بالبارتيشن كل ما حجم كان أقل كل ما كان أسرع. فهنا راح أوقف الفيديو إلى أن يوصل للنهاية، راح أبدي أفتح الفيديو حتى تشوفون الفرق. هسه تقريبا وصل إلى 80 فما فوق. الفكرة هنا شنو؟ الفكرة هنا يعتمد على حجم الملفات، هاي أول شيء. ثانيا خلينا نفترض بهاي الحالة مثلا كهرباء انطفت، الحاسبة انطفت، ما بقى بي شحن، الحاسبات اللي مباشرة على الكهرباء يشتغلون انطفت. هنا عملية التشفير أو عملية الانكريبشن ما راح يبدي من الصفر مرة ثانية، يعني في حال انه طفيت هاي الحاسبة وجيت أسوي ستارت للبيت لوكر على هاي البارتشن، مثلا وقف بالتسعين راح يبدي من 90، ما راح يرجع للصفر، لا. مثلا 95.9 وقف، راح يبدي يكمل بالمكان اللي هو وقف به. فهنا راح نشوف انه هي احد الفوائد الموجودة به هي خاصية الريزيوم، او نسميها توقف مؤقت. وراها هو يبدي يكمل عملية الانكريبشن. فهنا راح ينطيني مسج encryption of E is complete، بعدين راح نطي close. طيب هسه حاليا هو مفتوح، يحتاج انه نسوي ريستارت للحاسبة. بعد ما نسوي ريستارت للحاسبة راح نشوف انه البارتشن بشكل كامل صار بيبت لوكر. راح اسوي ريستارت وارجع اشوفكم النتيجة. بعد ما سويت ريستارت راح نشوف عملية البيت لوكر اتطبق بشكل كامل على بارتشن A. دبل كليك راح ندخل الباسورد ويبدي يفتح. طبعا اول باسورد اول حرف كتبتها غلط، هسه انلوك وهو يبدي يفتح البارتيشن.
ونقدر نستفاد من الملفات اللي موجودة بداخلها. الفكرة هنا الهدف من عندها أول شيء هي حماية هذه الملفات الموجودة من داخل هذه البارتشن من أي شيء ممكن يضر هاي الملفات، سواء كان فيروس أو سواء كان مثلا شخص أنه يحب عنده ملفات خاصة يكون يبقى محمي. لكن باقي به هواي تفاصيل إن شاء الله في المحاضرة الجاية والفيديو الجاي رح نتطرق عليه. أي شيء عندكم ما فهمتوها رح تكتبوها بالتعليقات، وأكيد رح نتفاعل ويا الفيديو ونشارك بالأسئلة والأجوبة. شكرا لكم.